بيبدأ فيلمنا بمراهق عنده 19 سنة واسمه ساني، وبيحكي لنا ان هو قاتل مأجور وجميع زعماء العصابات بيجيبوه ويدفعوا له فلوس لما بيحبوا يخلصوا من اي حد مسبب ليهم مشاكل، ولكن لازم تبان انها حادثة طبيعية. وبيقول ان هو عنده نقطة ضعف واحدة، وهي اتجاه البنات اللي صوتها عالي وبتزعق دايما، زي البنت دي كانت بتتخانق مع حبيبها وبتقوله ان هي مش عايزة تشوفه تاني وسابته ومشيت. وقتها ساني خبط في حبيبها وسرق موبايله منه، وبعدها راح سرق عربية ومشي ورا البنت يراقبها، واتصل بيها من موبايل حبيبها وقال لها ان صاحب الموبايل ده عمل حادثة وممكن اقابلك واديك الموبايل، فتقوله على مكانها وبيروح يديها الموبايل. وبتسأله هو ايه اللي حصل ليه، قال لها عربية خبطته وراح على مستشفى قريبة من هنا، وبيقترح عليها انه يوصلها للمستشفى، ومن الخوف على حبيبها ركبت العربية معاه. وفي الطريق لما لقيته بياخد طريق غير طريق المستشفى تخاف وتطلب منه يقف، ولكن ما يردش عليها ويبتسم، فتترعب وتكرر تنط من العربية، فبيمسكها وخبط دماغها وعلى طول خدرها واخدها لمكان مهجور واغتصبها، ولما خلص قتلها. تاني يوم بتوصل المحققة لموقع الجريمة وشافت جثة البنت في بركة مية وكانت مقتولة بطريقة بشعة، وبيجي مساعد الشرطة وبيقول لها انا هقبض على حبيبها وخليه يعترف بطريقة ان هو اللي قتلها. قالت له بكل ثقة مش هو القاتل، لان قبل ما اوصل لهنا عرفت من ملف حبيبها ان هو بيستخدم ايدي اليمين، ولو بصيت على الحبل اللي القاتل رابط بيه الضحية هتعرف انه بيستخدم ايدي الشمال. وبتقرر انها تبعت الجثة للمشرحة، وهناك الدكتورة قالت لها ايا كان اللي عمل كده فيها مش بني ادم، لانه في الاول خدرها بعدها ضربها بحزام بطريقة وحشية، ولما فاقت الضحية اغتصبها. وبتوريهم الجثة فيترعبوا من منظرها، وبتكمل الدكتورة وتقول لهم ان سبب الوفاة الخنق، فأقسمت الشرطية انها تقبض عليه. بعدها بنشوف زعيم عصابة خطير طلب من ساني السفاح انه يخلص على واحد صحفي عامل له مشاكل وقال له عايزها تبنك حادثة، وبيدي له عنوانه وعرفه لو فشل في المهمة هيقتله. وقتها ساني شاف الشرطية بتتكلم في التلفزيون عن الجريمة وان القاتل فاكر نفسه ذكي ولكنها تقبض عليه خلال اسبوع، فياخد ساني الموضوع بتحدي ويقول لنفسه وريني ازاي هتقبضي عليا. في نفس اليوم بيوصل ورد للشرطية وعليها رسالة مكتوب فيها انا قبلت التحدي وهاتي اخرج، فتطلع تسأل العساكر مين اللي جاب الورد ده، فيقولوا لها حد سلمه ومشي. وساني كان قاعد قدام الاسم وشايفها وقرر انه يراقبها طول الوقت. وبيحكي لنا ساني ان الشرطية دي بتفكرني بجارتي زمان لما كان عندي 9 سنين، وفي يوم جات لمحل ابويا وعرفت انه بيغش في البضاعة وهددته انها تطلب البوليس، فترجها ابويا وفضل يعتذر ليها، ولكن الست رفضت وبلغت الشرطة، فتحبس ابويا يومين وبعدها خرج. اسكت انا بقى؟ لا، بعد 4 سنين كهربتها وقتلتها، وكان عندها كلب اكلته سم فران. ولما يخلص بيوصل على عربية عفشة رايحة لبيت المحققة، ودخل من فوق سطح بيتها وعمل نفسه انه واحد من اهل البيت وساعد العمال، وانتهز الفرصة ودخل اوضة الشرطية وفتش في كل حاجاتها. وبالليل الشرطية بتوصل لبيتها وبتعرف ان القاتل دخل اوضتها وانه اخد اشاربة احمر من عندها، فقررت انها لازم تقبض عليه في اسرع وقت. وتاني يوم الصبح ساني كان بيراقب الاسم ونادى على بتاع الشاي وطلب منه يعمل له خدمة مقابل الفلوس. وبعد شوية ساني اتنكر على شكل واحدة بنت جميلة ومشي قدام بيت الصحفي وعملت نفسها دايخة، وبتاع الشاي لفت انتباه الصحفي، فيروح الصحفي يساعدها بحركة جدعنة وبتطلب منه انها تشرب كوباية مية، فيدخلها المعلم لبيته، وفجأة ضرب الصحفي وربطه بالحبل وخلى بتاع الشاي يدي لمرات الصحفي وهي داخلة البيت التليفون وهددها انها تروح مع بتاع الشاي لمكان معين لإما هيقتل جوزها. وبعدها خلى صحفي يسجل فيديو ويقول فيه انه هينتحر لان مراته كانت بتخونه وعلشان كده قتلها هي وعشقها. في نفس الوقت بتاع الشاي ومراته بتنفجر بيهم عربية كان حاطط فيها قنبلة، وساني بيخنق الصحفي لحد ما يموت. ولما توصل الشرطة لموقع جريمة المساعد وراها الفيديو اللي سجله وقال لها ان هو انتحر، قالت له كل ده كذب، قال لها ازاي، قالت له لان الاشارب اللي خانق بيه الصحفي هو نفس الاشارب الاحمر بتاعي اللي اخده القاتل من بيتي. وبترجع لاسم الشرطة وبتقول لكل رجالتها ان القاتل بيتحداها لدرجة انه دخل بيتها وبيحاول يعرفني انه ذكي ومش هقدر اقبض عليه، وهوب بيطلع بتاع الشاي هو السفاح. ولكن واحدة شرطية بتاخد بالها منه ان بتاع الشاي اتغير وبتسأل زميلها مين ده، قال لها ده بتاع الشاي جديد وهو واحد اصم، فبتسألهم الشرطية عن بتاع الشاي القديم راح فين، قالوا لها انه ساب الشغل وده بداله، وما تعرفش ان بتاع الشاي مات في الانفجار العربية لانها مستنية تقرير المعمل الجنائي والدي ان ايه. وساني عمل لها التحية ومشي بكل هدوء، وتاني يوم راحت لمكان انفجار العربية وسألت الناس لو هم شافوا اي شخص غريب في المنطقة، قالوا لها لا ما شفناش حاجة، وجاية تمشي راح لها طفل صغير وادها بخاخة وقال لها في شاب غريب وقعت منه دي، وعرفت ساعتها ان القاتل مصاب بضيق تنفس
ورجعت للقسم وطلبت رسام علشان يرسم القاتل على حسب أقوال الطفل. فجأة بتكسر كوباية وبتلاقي بتاع شاي موجود أصلا في المكتب وبيقول لها أنا آسف. فالشرطي زعقله ولكن الشرطية تهديه وتقوله ما يتكررش تاني الموضوع ده، وبتطلب منه إنه يجيب كوباية شاي وكوباية لبن ويديها للطفل اللي بره هو وأبوه. وعرف ثاني إن الطفل شاهد عليه وخرج من المكتب وهو مديله ظهره علشان الطفل ما يشوفوش، وراح يعمل الشاي وقرر إن هو لازم يقتل الطفل بأي طريقة، وحط في كوباية اللبن نوع من الأدوية. بعدها جرح نفسه وطلب من واحد شغال معاه يروح هو يقدم الشاي لأنه مصاب. وقتها الرسام كان بياخد مواصفات القاتل من الطفل وهو بيشرب اللبن، وثاني مستني بكل هدوء. وشوية الطفل يطلب إنه يدخل الحمام فيروح شرطي يوصله للحمام، ولما دخل الطفل اتفاجئ بالسفاح ثاني مستنيه وعلى طول يهجم عليه ويخنقه بإيديه لحد ما يموت. والشرطي خبط على الباب لما يسمع صوت، وثاني يتحرك بسرعة وكسر شباك الحمام ورمى شوال بره. فيجري الشرطي يلف للشباك ويلاقي الإزاز مكسور والطفل مش موجود، فيفتكر إن الطفل هرب ويجري يدور عليه. وقتها بيخرج السفاح بكل ثقة من البلاعة ويرجع على مكانه ويسيب الشوال، والمحققة تزعق فيهم إنه إزاي يهرب. وبالليل رجع السفاح بكل هدوء وأخد الشوال ورماه قدام القطر وهو بيعدي. بعدها بيكلم الصحافة وقلب الدنيا عليها وعرفهم إن الطفل الشاهد اتقتل وهو بين إيدين الشرطة وبيقفل معاهم. وقتها شاف بنت مع أصحابها وقعد يصورها، ولكن البنت تاخد بالها وبتروح تتخانق معاه، ولما مسكت موبايله عرفت انه كان بيصورهم فضربته بالقلم ومسحت الصور من التليفون ورمته في وشه. وثاني قرر انها تكون الضحية اللي جاية. تاني يوم رئيس الشرطة يعرفها انها تتنقل بعد يومين بسبب الفضيحة اللي اتعملت، فقررت انها تقبض على القاتل قبل ما تمشي. وقتها السفاح كان بيراقب البنت اللي ضربته بالقلم وبدأ التحدي ما بينهم، والشرطية تطلب من رجالتها إنها تعرف القاتل بيجيب البخاخة التنفس بتاعته من فين ومين اللي بيشتريها، وكمان عايزة تعرف مين أعداء الصحفي. فيقول لها المساعد إنه عارف واحد عنده كل أخبار المدينة وبيعرف كل حاجة بتحصل فيها، فتروح تقابله وتسأله مين اللي كان عايز يخلص من الصحفي. فيقول لها زعيم عصابة اسمه فيبلو ولكن عنده حصانة ومش هتقدر تسأليه. فتقرر تخطف واحد من رجالته وفضلوا يضربوا فيه لحد ما اعترف إن الزعيم أجر واحد اسمه ثاني وهو اللي قتل الصحفي، وكمان بياخدهم على مبنى تحت الإنشاء ويقول لهم هو ده المكان اللي بينام فيه. بيتحركوا على طول يفتشوا المبنى كله وبيلاقوا مكانه، والمفاجأة لما يلاقوا البنت اللي ضربت السفاح بالقلم. وقتها زعيم العصابة يكلم ثاني ويعرفه إن الشرطة عرفت مكانه وإنه لازم يهرب بره البلد. وقتها شرطية شغالة مع المحققة قدرت توصل للصيدلية اللي بيجيب منها البخاخة وبتقول لها كده هنعرف شكله من كاميرات الصيدلية. فتتحرك المحققة بسرعة عشان تجيب من الصيدلية تسجيل الفيديو، فقرر ثاني يتحرك أسرع منها وحط خطة شيطانية وخبط راسه في الحيطة كذا مرة. وبعدها بيطلع قدام الشرطية وهي بتسوق وكأن عربية خبطته، فتنزل الشرطية تساعده وتركبه عربيتها علشان توديه على المستشفى. وفضلت تقوله استحمل هنوصل للمستشفى قريب. فجأة ثاني يفتح عينيه ويتعدل وبدأ يفك حزامه براحة، وجاي يخنقها بتمسك الحزام وتقوله انت بقى ثاني السفاح، ويتفاجئ لما تقوله كده ويحاول يخنقها، فتفرمل فجأة وتخبط راسه في إزاز العربية وتنزله وتفضل تضرب فيه وهي بتقوله أنا شفت حزامك وانت بتركب العربية، وهو نفس الحزام اللي بتضرب بيه ضحاياك. ولما جت تقومه مسك مسمار من على الأرض وضربها في رجليها وعلى طول يهرب منها، فتجري وراه لكنه يطلع على كوبري وينط في المية، وهي تسيبه مفيش منه، نطت وراه ومسكته تحت المية وعلشان تسيبه مسك جرح رجليها وقدر يهرب. تاني يوم شرطي بيقول للمحققة حبيب الضحية الأولى بعت الفيديو ده وهو السفاح بيتحرش بحبيبته في الأتوبيس، ولكن هي ضربته وهانته، فتقول لهم أنا عايز الفيديو ده ينتشر على كل وسائل التواصل الاجتماعي. وساعتها كل الناس شافت الفيديو، وهنا ثاني قرر يتنكر على شكل واحدة منقبة وكان غضبان جدا لأن كل الناس عرفت شكله. بعدها بيتصل بزعيم العصابة وطلب منه المساعدة، ولكن زعيم العصابة بيرفض وقال له أنا مش هساعد واحد مغتصب ومتحرش، قال له أنا لسه مخلصتش المهمة المطلوبة. فيعرفه الزعيم أنه هيكلف شخص تاني يخلص المهمة مكانه وأنه لو اتصل بيه تاني هيقتله. وبعد ما يقفل معاه الزعيم كلم الراجل اللي مكلفه بقتل صحفي، وبيطلع أنه هو مرشح سياسي لرئاسة الوزراء، وبيقول له الزعيم أنه هيكلف شخص تاني علشان يكمل المهمة. فيقول له المرشح انجز المهمة بسرعة مفيش وقت عندنا. أما ثاني سرق تلفون واحد وهو خارج من شغله، وبيطلع أخو البنت دي واللي بيكون بنت زعيم العصابة وقال لها نفس الاشتغالة وإن صاحب التليفون عمل حادثة، وراح لها وعرض عليها ووصلها. وبعد شوية بيوصل لزعيم العصابة صورة لبنته وهي عليها قنبلة، وبيكلمه ثاني وهدده إنه لو ما نفذش كل اللي هيطلبه منه هيفجر بنته بعد ساعتين، وقال له اسمع أنا عايز المحققة تطلع في التلفزيون وتعتذر ليا قدام كل الناس ولو ما حصلش كده بنتك هتموت، ولما تعرف المحققة بالموضوع ترفض تطلع تعتذر في التلفزيون
وتطلب من شرطي انها تشوف كل كاميرات الشوارع لما ساني خطف البنت، ولكن اتفاجئت ان كل كاميرات الشارع متعطلة، فطلبت من الشرطي يرجع كل كاميرات المراقبة قبل الوقت بساعة، وهوب بيطلع لهم ساني فجأة وبيقول لهم خده ويخط الكاميرا، فيعرفها الشرطي ان المكان اللي فيه السفاح فيه تقاطع لتلات طرق، ولما شافت كاميرات اللي بتبص على الشوارع دي لقيته وهو بموسيكل واخد البنت، وشافوه رايح للمنطقة الصناعية، فتتحرك الشرطية كلها بقوات لهناك، ولما وصلوا للمنطقة الصناعية شافوا الحارس نايم، ولما حاولت تصحيه لقيته مقتول، فتأمر رجالتها انهم يفتشوا المكان كله حتة حتة، ولكن المكان كان كبير جدا ومش لاقينهم، ففكرت لثواني وافتكرت ان السفاح بيحب يستعرض قوته، واكيد الضحية شايفاهم دلوقت، فتروح لشاحنة كبيرة كانت في المكان شكت فيها، واستغربت لما شافت جدار من الخشب في صندوقها فكسرته، وبتلاقي بنت زعيم وعليها قنبلة، فبسرعة تشيل القنبلة من عليها وتاخدها وتنط برا العربية قبل ما تنفجر. وقتها ساني بيكلم المرشح وقال له اسمعني، انا الوحيد اللي هقدر انجز لك المهمة دي وهنفذ العملية بكرة. فيقول له المرشح انت عارف ايه المطلوب منك؟ قال له اكيد، انا عارف ان في شخصين هما العقبة الوحيدة في انتخاباتك، الاول الصحفي وانا قتلته، والتاني المرشحة اللي قدامك، ولو فضلت حية هتاخد منك الانتخابات، ها ايه رأيك؟ قال له نفذ على طول. ولما يقفل معاه المرشح بيكون في حفلة ويسلم على المرشحة اللي عايز يقتلها، اما المحققة واللي معاها بيحاولوا يعرفوا الهدف اللي جاي للسفاح، هيقول لها المساعد بتاعها اكيد المرشحة سوندا، لان المجلس قرر يديها رئاسة الوزراء. قالت له طب هي فين دلوقت؟ قال لها في المعبد. وقتها سوندا كانت في المعبد فعلا، وكانت داخلة الحمام، وساني كان بيراقبها وعامل نفسه راهب. وبعد شوية بنشوف ساني خارج من حمام السيدات بشوال وكان خاطفها فيه، وبيهرب بالعربية قبل ما الحارس يلحقه، والمحققة عرفت وعمل كمين على كل الطرق، وساني شاف كمين قدامه فوقف، فيشك الشرطي في العربية ويقرب ناحيته، ولكن ساني يكسر الكمين ويهرب بسرعة بالعربية. ولما الشرطة طردته وحصرته اتفاجئت ان ده راهب تاني، ساني اداله فلوس علشان يشتت انتباههم، وبيوصل اتصال للمحققة من شرطي ويعرفها ان هو شاف ساني في مكان قريب في احتفالات، فتتحرك المحققة بسرعة لهناك وقالت لرجالتها يلاقوه قبل ما يقتل المرشحة سوندا. وقتها ساني كان في بيت وبيضرب سوندا، وكان خاطف واحدة كمان وهنعرف مين هي بعد شوية، وفضل يتحرش بيها ويخوفها. أما الشرطية فضلت تفكر ازاي تلاقي ساني وسط الاحتفالات دي، وبالصدفة شافت ان كل الناس حاطين قدام بيوتهم شموع إلا بيت واحد، فتستغرب وخبطت على باب البيت وسألت الناس ليه مش حاطين شموع قدام البيت. الست ردت عليها انها كانت لسه هتحطها، فوريتهم صورة ساني وقالت لهم لو شفتوا الشاب ده اتصلوا بيه على رقمي، وجاية تمشي لقت موبايلها بيفصل شحن، فرجعت ليهم وطلبت انها تتكلم من تليفون البيت، فتتوتر الست وتقول لها كل الخطوط مقطوعة، والمحققة تستغرب، والراجل يقول لها انا اسف، فتزق الباب وتقول له انا هفتش المكان، فتترجاها الست انها ما تعملش كده، فتسألها فينه، قالت لها فوق وبنت معاه وواخد مننا كل تليفوناتنا وقال لنا ان هو هيقتل بنتنا لو عملنا اي حاجة غلط. فتطلع المحققة بسرعة لفوق وهي ماسكة المسدس، وفجأة كورة اترمت وراها، ولما بصت ورجعت تاني ساني خبطها على راسها، وبعد شوية بتفوق وشافت ساني بيضرب المرشحة سوندا برجليه وبيعذبها، فتقول له انت بتعمل كل ده لان ابوك قتل امك صح؟ فيقف ساني ويقول لها انت اكيد عرفت كل حاجة عني، فتكمل وتقول له ابوك كان مجنون زيك، وفي يوم رجع البيت وهو سكران فاستخبت امك منه، ولكن هو لقاها وفضل يخنق فيها لحد ما ماتت، وانت وقفت تتفرج صح؟ قال لها لو انا كنت حاولت امنعه ابويا كان زمانه قتلني انا كمان. قالت له انت لو كنت عايز تنقذها كنت هتقدر. فيغضب ساني ويمسك شعرها، فتكمل المحققة وتقول له كانت امك مستخبية كويس بس انت اللي عرفت ابوك مكانها. فيضربها ساني ويقول لها مش هي دي الحقيقة، فتقول له كذاب، انا رحت وزرت ابوك في السجن وقال لي ان ابني شيطان وهو اللي عرفني مكان مراتي وخلاني اقتلها. وساني بدأ يتوتر ومش عارف ياخد نفسه، فتقول له والحالة الربو دي جاتلك بعد ما خليت ابوك يقتل امك؟ وقالت للبنات بصوت واطي البويا. ساعتها ساني يلف لها وفضل يضرب فيها كتير، فتسأله قتلت امك ليه؟ فيقول لها ساني بكل غضب كان لازم تموت، كانت دايما بتزعق فيا وانا صغير وكل شوية تضربني بالحزام لدرجة كل يوم كنت بكره الستات اكتر واكتر، ولسه هيضربها بالنار. سوندا والبنت بيمسكوا البويا ويرموها في وشه، ولان ساني عنده حساسية على الصدر ما قدرش ياخد نفسه، وسوندا تجري تفك المحققة بسرعة، ولسه ساني هيهجم على البنت توقعه الشرطية وتمسك الحزام وتفضل تضرب فيه بكل غل، كانت بتاخد حق كل البنات اللي عذبهم ومسكته وجرته للشارع وقدام كل الناس فضلت تضربه بالحزام، وساني مش قادر يقاوم ولا ياخد نفسه، ولما تعبت بدلوا عليه وكل ما واحدة تتعب تدي للتانية، والمحققة تقعد تتفرج وما كانتش مصدقة ان اخيرا خلصت من الكابوس ده.
وبيخلص فيلمنا. مستني اللايك الجميل يا صديقي، وما تنساش الاشتراك في القناة يوصلك كل بارز الأفلام. سلام يا برو.